السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن أحد المساجد التاريخية، مسجد الجيوشي. يرجع بناء مسجد الجيوشي بالمقطم إلى عام 1085، حيث أمر ببنائه أمير الجيوش بدر الدين الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، واختار هذا المكان لمسجد الجيوشي أعلى قمة جبل المقطم. ونحن نتحدث عن مسجد الجيوشي نؤكد أن المساجد دين وخلق وهدى ونور. هذه المساجد صومعة الناسك ومدرسة الدارس. المساجد دين وقوة، دين وقوة للدارين، العزة في الدار الأولى والفوز العظيم في الدار الآخرة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والآن نقوم بوصف مسجد الجيوش. يتميز مسجد الجيوشي بتفرده عن غيره من المساجد التي بنيت وفق طراز المساجد الفاطمية المألوفة. مسجد الجيوشي عبارة عن بناء مستطيل الشكل، طوله 18 متر، عرضه 15 متر، يشتمل على ثلاثة أقسام. يبدأ المسجد بالمدخل ثم الصح وبيت الصلاة، أما المحراب فيقع في منتصف جدار القبلة الشرقي، وهو من أجمل المحاريب الفاطمية ذات الزخارف الجميلة. ويزينه شريطان من الكتابات الكوفية غاية في الإبداع والجمال. هذا هو مسجد الجيوش، له قبة واحدة ومئذنة كما نشاهد. هذه القبة وهذه مئذنة مسجد الجيوش، له قبة ومئذنة، كما يوجد فناء صغير وسط المسجد. ومدخل المسجد يؤدي إلى المئذنة التي تعلو مدخله الغربي، حيث شيدت من الحجارة وترتفع نحو 20 مترا. المئذنة ترتفع نحو 20 مترا وتضم 3 طوابق، ترتفع 20 مترا وتضم 3 طوابق. أما القبة فهي مزينة بالألوان الزاهية الجميلة بالإضافة إلى الآيات القرآنية. هذا هو مسجد الجيوشي الذي يعد تحفة معمارية رائعة.